النشرة الرياضية من قناة الجزائر عنوان. مشاهدينا أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة الشباب والرياضة تطالب الفاف بتقييم الاحتراف في عامه العاشر. بيت شباب بالوزداد يترقب القرار النهائي بشأن التتويج من عدمه. العربي برعدة يرد على بيان اتحادية الألعاب الأولمبية. وفي الأخبار الدولية، أرسنال يجتاز ليفربول وميلان تواصل الصحوة. تفاصيل النشرة الرياضية من قناة الجزائر عنوان. مشاهدينا أهلا بكم مجددا. مستهلا طالبت وزارة الشباب والرياضة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقييم الاحتراف بعد 10 سنوات من تطبيقه في الجزائر. وجاء طلب وزارة الشباب والرياضة من أجل توضيح الرؤية أكثر حسب ما تداولته وكالة الأنباء الجزائرية، وتقييم وضع كرة القدم بعد 10 سنوات من الاحتراف. وكانت الجمعية العامة للفاف في سبتمبر 2019 قد صادقت على صيغة جديدة باعتماد رابطة محترفة واحدة تضم 18 فريقا، بشرط أن تخضع هذه الفرق إلى دفتر شروط للحصول على إجازة للتقليل من الأثر الاقتصادي المرتبط بهذا النوع من التسيير. وفي موضوع آخر، مدد المكتب الفيدرالي السسبنس بخصوص مصير الموسم الكروي الحالي بعدما رفض الفصل في هذا الموضوع خلال اجتماعه المنعقد صباحة يوم الأربعاء. هذا وأكدت مصادر مقربة من بيت دال إبراهيم أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تنتظر ترخيصا من وزارة الداخلية من أجل عقد الجمعية العامة والفصل في مصير البطولة ولقب الدوري والأندية المعنية بالصعود والنزول. يعيش بيت شباب الوزداد حالة من الترقب لما سيؤول إليه مصير البطولة، خاصة وأن الفريق يتصدر الدوري منذ مرحلة الذهاب. وتزايدت حالة التخوف بعد تصريحات رئيس الفاف خير الدين زطشي الذي أكد استحالة إعطاء الدوري لأي كان. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وأكثر في التقرير التالي. وضعية ترقب وانتظار في بيت فريق شباب الوزداد الذي ينتظر قرار الجمعية الوطنية بفارغ الصبر. فهل سيتوجون أم سيتعرضون للإقصاء؟ وبإجماع المختصين فإن أبناء العقيبة يستحقون اللقب بعد أن نالوا الثناء حتى من منافسيهم الذين اعترفوا لهم بأحقيتهم بعد أدائهم الكبير طيلة البطولة التي يتصدرونها منذ مرحلة الذهاب. إلا تحكمت يعني وحبست وداوها شباب الوزداد يديوها بصحتهم، رغم أنهم بعض الفرق الأخرى عودت رجعت مثل الصيف ولا المولودية. إذا شباب بالوزداد اداو البطولة وراهم هما اللي راهم يعني في المرتبة الأولى ولا ما كان حتى إشكال، لأنه الشباب أنا نظن شباب بالوزداد ماشي في دو جورني ولا يعني في جولتين لقاو روحهم الأولين. أندية أخرى وعلى غرار العميد مولودية العاصمة ترفض وبشدة تسليم اللقب للشباب بسبب ابتعاده بفارق بسيط عن الوصيفة. احنا نرفض هذا الاقتراح جملة وتفصيلا. لا يعقل، لا يعقل منح لقب البطولة لفريق ما على حساب فرق أخرى والبطولة على بعد 8 مقابلات، لهذه البطولة على بعد 8 مقابلات، وفيما يخص مولود الجزائر عندنا 9 مقابلات. من جهته رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي أكد في وقت سابق أنه ولو كان القرار بيده فلن يسلم اللقب لأي كان. تصريح زعزع البيت البلوزدادي الذي لم يتأخر في الرد عليها. تصريح سابق لأوانه، لأن مازال ما تكلمناش على توقيف البطولة. أحدى الثانية، رئيس الاتحادية عندما راح القناة الثانية راح كشخصية معنوية يتكلم باسم المكتب الفيدرالي، وكي طرحوا له السؤال جاوب قال لو كان جات لي انا سي سيتي بور موا كدونك الى ريبوندي اون طونك بيرسون فيزيك. الوقت غير مناسب، وعندما صرح بهذا التصريح اون طونك بيرسون فيزيك الكل يعرف بلي هو رئيس الاتحادية، وبالتالي انا متخوف انه هذا التصريح راح يأثر على القرار النهائي في المكتب الفيدرالي بعدم منح البطولة لشباب الوزداد. بين قرار التسليم من عدمه لا يتفق اثنان على المستوى الكبير الذي قدمه نادي بالوزداد هذا الموسم،
لكن القرار يبقى بيد أهل الاختصاص. وفي ذات السياق، عبر أنصار مولودية الجزائر في فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لإعطاء الدور للشباب كونهم لا يبتعدون سوى بفارق صغير عن الوصيفة، كما طلبوا إدارة أبناء العقيبة بالالتزام بالواقعية. احنا اليوم نرفضوا، رفضا ماشي غير قاطعا، ما كاش كيفاش تقولهم شامبيون، يا نكملوا نلعبوا حتى الدقيقة الأخرى، يا واحد فينا ما يديها وتعاود لعب جديد. ما نكمل في سبتمبر، نكمل في اكتوبر 2020، ما راناش مقلقين. باسكو علاش؟ كاين دول اوروبيه راهم بداو عاودوا ولاو وعندهم اكثر منا ليمور، اكثر منا المردوم، يلعبوا نورمال وكملوا. كاين حتى اللي تقلبوا كاع لي طابلو، تقلبوا لي كلاسمون وتبدلوا بزاف عفايس. انا اونسيا، انا قديم على كل حال، وشي كورتا تاع مولوديا وشي كورتا بريسي كورتا تاع مولوديا. مي ماما كان سيبنا من أبو هالشامبيون، كان تروى ولا كاتريت كيف يعطيوها أبغى ديوب ولا تروى بانجرتا أبغى ديوزي كيف عندهم ديوب ماشينتا هم دون الشامبيون كمسك شركيال باس، وكل واحد يدي حقه، ما نحبسوش من النص ونطلوا هذا هاك ويا هاك هاك بقى حلوة بقى حلوة قاتلوا هاك يربي هاك الشامبيون أشياء كذا يا. وفي تعليقه على القرار، أبدى عز الدين عراب رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف استياءه من قرار الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتأجيل الفصل في مصير الدوري، مشيرا إلى أن القرار سيؤزم الوضع أكثر. وقال أعراب في تصريحات صحفية يوم الأربعاء صراحة: الاتحاد الجزائري وضعنا أمام مصير مجهول واختار السبيل الذي كنا نخشاه منذ البداية، فالظروف الحالية لا تسمح لنا بتأجيل حسم يقول مصير الدوري. السلطات الجزائرية أقرت بمنع التجمعات وجميع النشاطات، مما يعني استحالة الحصول على ترخيص لعقد جمعية عمومية في وقت قريب. رد العداء الجزائري العربي بورعدة على بيان الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى مؤكدا أنه خارج عن الموضوع. صاحب المركز الخامس في البطولة العالمية اختصاص عشاري أكد عبر بيان توضيحي أن مطالبه بمنصب شغل في قطاع الرياضة يعود لخوفه على مستقبله الاجتماعي، خاصة بعد وصوله لسن 32 عاما. بطل إفريقيا عدة مرات أبدى دهشته من بيان الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى الذي استهدفه شخصيا، وأشار إلى وقائع خارجة عن الموضوع الأساسي. تفاصيل الواقعة وبداية الخلاف في تقرير الزميلة عقيلة زيان. صورة صادمة وسوداوية قاتمة تلك التي ألقى بها العداء الجزائري في اختصاص العشري العربي بورعدة في بدء الأمر، حين وضح للجميع معاناة الرياضيين عن طريق كشفه لما يعانيه في مقابلة مع إحدى القنوات الخاصة، عندما هدد بالابتعاد نهائيا عن المضامير في حال لم تلبى مطالبه التي يراها بسيطة ولا تتعدى توفير الحقوق، أما الواجب فتشريف الراية الوطنية أيما تشريف. أنا ما عنديش حد الآن، مازال ما عنديش بوست إديكاتور، ما عنديش ماشين، ما عندي حتى إمباي، ما عندي حتى، ما عندي لا لاسيرونس، ما عندي والو، أنا رياضي هكا ماكش راني هكا. بورعدة ذهب بعيدا في تصريحاته حين طلب من السلطات تحقيق الوعود السابقة بمنحه لمنصب عمل على مستوى قطاع الرياضة كونه لا يمتلك حتى بطاقة شفاء للمداواة. رد الاتحادية جاء سريعا عن طريق بيان دحر فيه كل أقاويل العرب، مؤكدا أنه وفر للبطل كل الظروف المالية والتقنية وحتى الطبية، معتبرا تصريحاته بمثابة إجحاف ونكران للجميل. أما بالنسبة لمنصب العمل، فقد كشف رئيس اتحادية ألعاب القوى أن على البطل الدراسة لسنة أو سنتين لأن مستواه الدراسي لا يسمح بذلك. كر وفر، تصريحات وتكذيبات، هي صورة مصغرة لما تعانيه الرياضة في بلدنا، وهذا قبل سنة فقط عن انطلاق أولمبياد طوكيو 2021، ما يلزم على الجميع الصمت والعمل في هدوء لتشريف الراية. خلد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء الذكرى الأولى لهدف رياض محرز الأسطوري ضد نيجيريا.
حساب الكاف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر ملخص المباراة التي جمعت الخضر بالمنتخب النيجيري في نصف نهائي كان 2019، وأرفق الحساب الفيديو بعبارة: كلنا نتذكر ذلك الهدف، تصويبة مباشرة من رياض محرز في الدقائق الأخيرة، وضعت الجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية مثل هذا اليوم على حساب نيجيريا. نترككم مشاهدين مع فيديو تذكيري للهدف وتعليق رياض محرز عليه، وهو الذي وصفه بأكثر من 1000 كأس عالم مع منتخب فرنسا. حطها في الجول يا رياض با 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 جول، حطها في الجول يا رياض. À côté de toi, c'est Belaïli. Hein? C'est Belaïli qui est à côté de toi. C'est Belaïli qui est à côté de toi. Je la... Riyad, tu veux la tirer? Parce qu'il me demande d'abord, tu vois. J'ai Youssef. Je dis pourquoi? Il me dit, je la sens quand même. Je dis, Youssef, je vais parler en robe. Je dis, mec, là, je la sens, là, Walou. Je suis là, c'est à moi, frère. Il me dit, ok, mais vas-y, Riyad. Et frère, voilà, des morts de rire. Tout le temps, dès qu'il y a un truc, tout le monde la sent, frère. Et la frappe, elle est exceptionnelle. Tout de suite, tu dis, je frappe côté gardien et fort. Non, au début, je recule, je place mon ballon, je prends beaucoup de temps. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu prendre beaucoup de temps. Je me suis dit, Riyad, prends ton temps, frère. Concentre-toi sur ton geste, c'est tout. C'est un ballon qui peut t'emmener en finale. Et de là, tu peux gagner la CAN. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me dis, Riyad, au début, j'avoue, il y a un truc dans ma tête comme ça, il y a un truc qui est passé dans ma tête qui m'a dit. Tu l'as vu le mec allongé? Mais je sais pas pourquoi c'est venu dans ma tête ça. Tu connais, nous les robots, on a toujours des visions de fou. Il y a un truc qui est venu dans ma tête qui m'a dit, Riyad, mets là en dessous du mur. Après, je vois le mec, il veut se mettre en dessous du mur. Donc, je me suis tout de suite dit, vas-y, laisse tomber déjà. J'ai regardé par-dessus le mur. Je me suis dit, putain, mais c'est quand même trop près, tu vois. Faut vraiment que tu la fasses retomber. C'est un risque. Donc là, après, il ne me restait que côté gardien. Je voyais le gardien, tu vois. Mais je me suis dit, il va faire un petit pas quand même. Mais il y a un petit espace quand même là-bas, tu vois. Donc, j'ai pris grave mon temps. Je me suis dit, Riyad, concentre-toi juste sur ton geste. C'est ton geste le plus important. Tu as les qualités pour la mettre là-bas. Tu vois ce que j'ai, c'était un bon pied gauche. Machallah. Essaye de la mettre là-bas, frère. Juste là-bas, concentre-toi sur nos gestes et mets de la force. Parce que je me suis dit, si tu ne mets pas de force, il peut la claquer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pris mon temps, frère. J'ai allumé là-bas. Il a fait un petit pas, je crois qu'il a fait un truc bizarre. Et c'était trop, ça allait trop vite après. Frère, il fait l'émotion que j'ai ressenti là. وفي إفريقيا أيضا قدمت مصر طلبا رسميا للكاف من أجل تعويض الكاميرون لاستضافة مباريات رابطة الأبطال الإفريقية في الفترة القادمة. وأكد محمد فضل عضو لجنة الخماسية المكلفة بإدارة الكرة المصرية بأن هذا الأخير أكد استعداد بلد الفراعنة لاستقبال المنافسة. يشار بأن الكاميرون أعلن عدم استعداده لاحتضان المباريات، يقول بين عمالقة القارة السمراء تخوفا من تفشي فيروس كورونا على أرضه. أثنى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على الحكم الدولي السابق الجزائري محمد كوراجي الذي توفي الخميس الماضي عن عمر ناهز 68 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال إنفانتينو في رسالة تعزية إلى خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري إنه تلقى خبر وفاة كوراجي بحزن شديد. ووصف إنفانتينو الحكم الراحل بالرياضي البارع مضيفا أنه اسم مهم في التحكيم الجزائري والإفريقي، إرثه وإنجازاته داخل وخارج الملعب لن تنسى.
عين أمسية يوم الأربعاء مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد اللطيف بورايو مديرا رياضيا جديدا للفريق. بورايو أمضى على عقد مع العميد يدوم ل24 شهرا بحضور رئيس مجلس إدارة الفريق العاصمي عبد الناصر الماصة. مراسم التوقيع جرت بمقر النادي على أن يحدد بورايو أهدافه مع مولودية العاصمة في وقت لاحق. قام أبناء منطقة زيرالدا بالجزائر العاصمة من محبي العميد مولودية الجزائر بتكريم كل من مصباح دغيش، ناصر مراقة، عائلة المرحوم المجاهد بوزرة في حفل بهيج حضره الخاص والعامة. من جهتهم استحسن اللاعبون القدامى هذه المبادرة مثمنين مجهودة الأنصار. نشكر كل حيد لومن عزوز المبادرة هذه يتفكروا الشيخ تاعي الله يرحمه، ونتمنى إن شاء الله يزيد يتفكروا بزاف اللي ماتوا إن شاء الله في كرة القدم. بارك الله فيكم، ونشكر زاكي، ونشكر عصام مصباح دغيش، ونشكر قاعد المدينة، وحيد لومن عزوز، وبارك الله فيكم. والآن إلى أخبار محترفين، إن انتفض النجم الدولي الجزائري رياض بودابوز مسجلا ثنائية مع فريقه سانتيتيان الفرنسي ليرد بذلك على أنباء تصريحه. الفريق الأخضر فاز في مباراة ودية هي الثالثة له في مرحلة التحضيرات برباعية كاملة على نادي شارلوروي البلجيكي. لاعب الخضر شارك مطلع المرحلة الثانية وسجل ثنائية في الدقيقة 82 من انفراد بحارس الخصم في الدقيقة 88 من ركلة جزاء. يذكر أن صاحب رجل اليسرى السحرية مرشح لمغادرة قلعة سانتيتيان بسبب مردوده المتذبذب في الموسم الماضي. Oh c'est super, mais on me fait la Rivera pour Riyad Boudbouz, peut-être pour le 3-0 Riyad Boudbouz. Oui. 3-0 super, et encore Maxence Rivera. Ouais, et Riyad Boudbouz là pour le but du gros break. Allez, moi je mets une petite pièce sur en bas à gauche de Pendo. Allez, c'est gagné. Riyad Boudbouz. Bien vu. عاد الحارس الدولي الجزائري رئيس وهاب بولحي للتدريبات الجماعية مع فريقه الاتفاق السعودي. الرئيس شارك مساء الثلاثاء لأول مرة في تدريبات بعد قدومه من فرنسا استعدادا لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين. وأنهى الإتي تحضيرته تحت قيادة مدربه خالد العطوي للمباراة الودية التي تجمعه بفريق الخليج. ظهر الدولي الجزائري عدلان قديورة وهو يتمرن تحت شمس حارقة في العاصمة القطرية الدوحة. وشارك صاحب القذفات الصاروخية محبيه فيديو وهو يركض تحت حرارة شمس وصلت لواحد 41 درجة. ويبدو أن الدبابة عازم على العودة بقوة في الفترة القادمة وهو العائد من إصابة خطيرة على مستوى الركبة. هذا ويذكر بأن البالغ من العمر 34 عاما لا يفكر تماما في الاعتزال رغم تقدمه في السن، خاصة وأنه في قمة مستواه وبشكل خاص مع الخضر. خارجيا الآن، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن جدول مواعيد مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم 2022 المقرر إجراؤها بقطر. وستجرى مباراة الافتتاح لهذه الطبعة من كأس العالم بتاريخ 21 من نوفمبر بملعب البيت على أن يحتضر ملعب لوسيل المباراة النهائية يوم 18 من ديسمبر. وستكون هذه الطبعة من كأس العالم المقرر إجرائها بقطر فريدة من نوعها كونها ستجرى في فصل الشتاء في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخه هذه المنافسة.
في المباريات الأوروبية وإنجلترا بالتحديد، حقق نادي أرسنال التفوق على البطل ليفربول في قمة الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا بثنائية لهدف يتيمة. وبنفس النتيجة تغلب الوصيف مانشستر سيتي على ضيفه بورنموث لتواصل قول كتيبة غوارديولا عروضها المميزة التي تدخل في إطار التحضير لمباراة العودة من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد. وفي إيطاليا تعثر المتصدر يوفنتوس بعد تعادله بثلاثية لمثلها مع مضيفه في الجولة 33 من الدوري. ومن جهتها وصلت ميلان صحوتها بفوز جديد بثلاثية لهدف وحيد، فيما تعادل نابولي مع بولونيا بهدف لمثله. شهدت مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس من الدوري الإسباني لقطة غير مسؤولة للاعب الويلزي غاريث بيل الذي فضل النوم على مقاعد البدلاء، وهذا كرد على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي لم يشركه في اللقاء. Yo he visto la mascarilla puesta de muchas maneras, pero esta es nueva. Esta es nueva, sí, señor. Esta la OMS no la autoriza. Siempre innovando. Los mundos de Bale lo vemos ya en directo gol, venga. El futbolista galés del Real Madrid con la mascarilla. Madre mía. Yo he visto la mascarilla puesta de muchas maneras, pero esta es nueva. Esta es nueva, sí, señor. Esta la OMS no la تعرض اللاعب النرويجي الشاب هالاند لموقف محرج بعد أن تم طرده من أحد الأماكن العامة في بلده النرويج بواقعة لم تعرف ملابستها بعده، ما جعلنا نختارها لكم لقطة اليوم. بهذه اللقطة نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية النشرة الرياضية. قبل الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.